أنا أساسا حتى أكون صريح معاكم في هذا اللقاء، دخولي في لجنة الظواهر السلبية، أنت ما كنت مصوت وياها أول شيء؟ لا، أنا ضدها. يعني أنا ما أشوف أن لها داعي، مو مسألة أني ضدها، ولكن ما أشوف أن لها داعي أساسا، ما لها أهمية. يعني ما لها أهمية. ليش نزلت؟ نزولي ودخولي في لجنة الظواهر السلبية لأني أعرف بأن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو الحد من الحريات الدستورية والحد من الحريات العامة في المجتمع. وشفت الشيء هذا باللجنة الآن؟ أتلمس بعض الأشياء، أتلمس غير التلمس. هناك شيء واقعي موجود؟ إذا كان في شيء واقعي راح تشوفني مباشرة أطلع يعني وأصرح، ما في شيء للإعلام فيها. ما أقدر أقول لك إنه ما في، ولكن الأيام القادمة قد تخبئ مما يتم يعني تفعيل دور قمع الحريات في بعض الأشياء. طبعا بدون شك احنا أقسمنا على حماية الدستور، وأقسمنا على الدستور وعلى احترام القانون.